نحن نعلم بأن العقبة لها خاصية خاصة وأهمية خاصة هي يعني منطقة اقتصادية تؤمن وتقدم الخدمة للمستثمرين بشكل عام الآن النزاعات التي تحدث داخل المحاكم بهمنا ان تكون هنالك اجراءات ميسره للتنفيذ داخل هذه المحكمه ما تم فعلا يعكس هذا الموضوع هنالك اجراءات مؤتمته بالكامل فيما يتعلق بطلبات التنفيذ و تنفيذ هذه الأحكام الموجودة داخل المحاكم سيلمس المواطن والمستثمر والمحامي سهولة هذه الإجراءات بعدما أتم من أمور داخل دائرة التنفيذ